أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية من القاهرة الإخبارية لأهم وأبرز المستجدات على الساحة الفلسطينية وتطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما سنتابع فيها تطورات الأوضاع في الداخل الإسرائيلي ولبنان. أهلا بحضراتكم. استشهد 13 فلسطينيا جراء غارات إسرائيلية استهدفت مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة. كانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت باستشهاد 3 أشخاص في قصف للاحتلال استهدف سيارة في شارع الحلو بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة يعملون في مجال الإغاثة الإنسانية. أفادت وسائل إعلام فلسطينية بانسحاب قوات الاحتلال من تل الزعتر ومشروع بيت لاهيا وبيت حانون وجميع مناطق شمال قطاع غزة. وأضافت وسائل الإعلام الفلسطينية أن طواقم الدفاع المدني بدأت في انتشال جثامين شهداء بعدد من المناطق التي انسحب منها الاحتلال. أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي مقتل 10 عسكريين خلال العملية التي قامت بها قوات الاحتلال في مخيم جباليا شمال قطاع غزة على مدار 20 يوما. وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال مقتل 2 من جنوده خلال المعارك البرية في قطاع غزة، وارتفع بذلك عدد قتلى جنود وضباط الاحتلال إلى نحو 644 منذ 7 أكتوبر الماضي. أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن فرق الدفاع المدني بدأت في انتشال جثامين شهداء من مخيم جباليا شمال غزة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي. وأضافت وسائل الإعلام الفلسطينية أن مستشفى العودة في جباليا بدأ باستقبال المرضى والجرحى بعد مغادرة قوات الاحتلال من محيطه. على الرغم من التحذيرات التي أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين بعدم العودة إلى جباليا شمالي القطاع، يصر الأهالي على العودة إليها مجددا ليجدونها كما وصفوها بمدينة الأشباح. يأمل الفلسطينيون في إعادة بناء مدينتهم الحزينة واستعادة ملامحها التي شواها الاحتلال. من الجنوب في رفح الفلسطينية إلى شمال غزة في مخيم جباليا، العدوان واحد والدمار ليس له مثيل، والمشاهد تقول أكثر من ذلك. أهوال يحياها الغزيون في كل شبر من القطاع، حيث أصبح سكان غزة بلا بيت ولا كهرباء ولا طعام ولا ماء. في جباليا حيث الدمار الشامل كان لسان حال الغزيين، ما ضل إلنا حياة. فبمجرد ورود أنباء انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المخيم، هب آلاف الغزيون للعودة إلى ديارهم لتفقد أرضهم، فلم يجدوا حتى ذكرياتهم. فالاحتلال محى أحياء سكنية بأكملها. نزلت على السوق على المحل على المعسكر لقيته دمار، نزلت على المعسكر مش عارف وين المعسكر، مالوش علوم، دمار وشهداء، الكلاب من نهشت لحم الشهداء، يشوف الأطفال يشوف النساء يشوف كله دمار دمار، مش معسكر دمار. صدمة كست وجوه العائدين من الغزيين، ليس لاختفاء ماضيهم وحاضرهم من ذاكرة المدينة التي جرى محوها، بل حزناً على شهداء المخيم الذين آثروا البقاء في المخيم ومغادرة الحياة داخل منازلهم. هذا كله خراب، يعني طلع كله خرب، مش حدا يسكن بالمرة،
وين الناس بدها تروح؟ وين الناس بدها تهجر؟ وين؟ صدر أكثر من مليون وين؟ وين بده يطلعوا الناس تروحوا؟ كله حارق المدارس، حارق الوكالة، وحارق الحكمات، وحارق كله، مش مخلي ولا حاجة في القطاع كله. إنهم ينتقمون من المخيم، ينتقمون من جباليا التي فشلوا أمامها منذ زمن طويل، فعمدوا إلى محوها وقتل أبنائها وحرق مدارسها ومراكزها الطبية لتكون شاهداً على جرائم حرب إسرائيلية لن تنسى وستكون حاضرة دائماً في ذاكرة التاريخ. للمزيد ينضم إلينا من خان يونس بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية. مرحبا بك بشير، ما هي آخر التفاصيل والتطورات في الساعات الماضية بعد إعلان الجانب الإسرائيلي الانسحاب الكامل من شمال القطاع؟ يعني بالفعل بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من شمال قطاع غزة باتت المشاهد هناك لا تنسى وستبقى شاهدة على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شمال قطاع غزة، لا سيما مخيم جباليا ومدينة بيت لاهيا وبيت حانون في أقصى الشمال، الحصيلة الأولية لأعداد المنازل التي هدمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا حسب ما تحدثت به الطواقم الإغاثية، فاقت 1000 منزل بالإضافة إلى المئات من الشهداء التي لا تزال طواقم الإغاثة تقوم بانتشال جثامينهم من مكان توغل الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة. هذا ومع عودة المواطنين إلى مناطق سكناهم ومناطق منازلهم في شمال القطاع فوجئوا بكم الدمار الهائل الذي حل بمدينتهم في شمال قطاع غزة عقب هذا العدوان الذي استمر لما يزيد عن يعني أسبوعين في شمال قطاع غزة بالآليات العسكرية الإسرائيلية والدبابات التي اجتاحت المخيم وبمشاركة من الطائرات الحربية الإسرائيلية التي لم تتوانى حقيقة عن قصف المنازل والمنشآت حتى المباني والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمراكز التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. حال شمال قطاع غزة هو لا يختلف كثيرا عن حال جنوب القطاع الذي لا يزال هو الآخر يعاني من توغل كبير للآليات العسكرية الإسرائيلية التي يعني تتمركز في هذه اللحظات في منطقة تلة زهرب في المنطقة الجنوبية من مدينة رفح تحديدا في وسط هذه المدينة، ولا زالت تقوم بإطلاق قذائفها ورصاصها باتجاه كل أحياء مدينة رفح، هذه المدينة التي يكتظ في مناطقها الغربية الآلاف من النازحين والذين يقيمون فيها خياما، ولا تزال الآليات العسكرية الإسرائيلية ترتكب بحقهم المجزرة تلو الأخرى. أيضا المدفعية الإسرائيلية لم تتوانى عن قصف الأحياء الشرقية لهذه المدينة بالمئات من القذائف التي تنهال بشكل عشوائي باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم. الليلة الماضية وصبيحة هذا اليوم كان من الليالي العنيفة بحق المحافظة الوسطى، حيث الغارات التي استهدفت منازل المواطنين وممتلكاتهم، الحديث يدور عن 13 شهيدا فلسطينيا معظمهم من النساء والأطفال في هذه الغارات العنيفة والقوية التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، إضافة إلى القصف المدفعي المتواصل على الأطراف الشمالية للمحافظة الوسطى والتي تضم أحياء جحر الديك والزهراء والمغراقة، وهي تقع على مقربة من الآليات العسكرية الإسرائيلية التي تقوم بمهمة فصل شمال القطاع عن جنوبه. أيضا المنطقة الغربية لمدينة غزة لا زالت تتعرض إلى إطلاق نيران من المروحيات الإسرائيلية، لا سيما في محيط يعني ميناء الصيادين الغربي من مدينة غزة، حيث تقوم تلك الطائرات بإطلاق نيرانها من الرشاشات الثقيلة باتجاه تلك الميناء وباتجاه منازل المواطنين الواقعة في غرب مدينة غزة. بالمناسبة غرب مدينة غزة هي ضمن المناطق التي تتحدث إسرائيل بأنها مناطق آمنة وتطلب من الفلسطينيين بالنزوح إليها، الواضح بأن من خريطة الاستهدافات بأن لا مكان آمن في قطاع غزة في ظل هذه الاستهدافات القوية والمتكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق كل أحياء قطاع غزة.
بشير، كانت هناك إعلان عن بدء قوات الدفاع المدني في انتشال الجثامين وتحديدا في مناطق الشمال. كيف تبدو عمليات الانتشال؟ ما هي حالة تلك الجثامين؟ هل هي متحللة؟ هل هي ناتجة عن 20 يوما الماضيين فيما يخص الحرب الأخيرة في مناطق الشمال من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أم هي جثامين متحللة أصلا منذ بدء هذه الحرب؟ يعني في شمال قطاع غزة بدأت بالفعل الطواقم الإغاثية بالوصول إلى المناطق التي توغلت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبدأت بانتشال جثامين الشهداء. معظم هذه الجثامين منها جثامين متحللة نظرا لأكثر من 20 يوما من الاجتياح الإسرائيلي لتلك المنطقة، بالإضافة إلى وجود جثامين مقطعة كأشلاء بشرية في تلك المناطق نتيجة للاستهداف المباشرة والقوية سواء من المدفعية أو من الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة، وكذلك من الطائرات الحربية الإسرائيلية. أيضا ما يعيق عمل هذه الطواقم الإغاثية هو عدم امتلاكها للآليات والمعدات الثقيلة اللازمة لرفع أنقاض المنازل المدمرة وانتشال جثامين الشهداء من أسفل تلك المنازل، وهو الأمر الذي يتسبب حقيقة بمكاره صحية وبيئية نظرا لوجود وفيات بشرية أسفل تلك المنازل المدمرة، مما يتسبب أيضا بهذه المكاره الصحية على مستوى شمال قطاع غزة. جهاز الدفاع المدني فقد خلال هذا العدوان الإسرائيلي المتصاعد على قطاع غزة أكثر من 80% من آلياته ومعداته، بالإضافة إلى الكوادر البشرية التي استشهدت جراء العدوان الإسرائيلي، مما يعني يفقده القدرة على مواصلة العمل في ظل هذه الظروف الصعبة وفي ظل الكثافة النارية التي يتعرض لها طواقم الدفاع المدني. وهم يحذرون ويطالبون مرارا وتكرارا بأن يكون لهم تدخلات إنسانية عاجلة لأن تدخل هذه المعدات والوقود اللازم لاستكمال مهام عملهم على أكمل وجه. ماذا عن حالة مستشفى العودة في جباليا بعد إعلان وسائل الإعلام الفلسطينية بأنها تعود لاستقبال المصابين بعد مغادرة قوات الاحتلال من محيطه؟ حقيقة مستشفى العودة حوصر لمدة 14 يوما من الآليات العسكرية الإسرائيلية، هذه الآليات التي أجبرت الأطباء والمرضى الذين كانوا يتواجدون بداخل هذا المستشفى بالنزوح والخروج منهم، مما تسبب بتوقف هذا المستشفى عن العمل. ومع انسحاب الآليات العسكرية الإسرائيلية من شمال قطاع غزة عادت هذه المستشفى للعمل بشكل جزئي، لكنها مصابة بأضرار جسيمة وواسعة نظرا للاستهدافات المتكررة من الآليات العسكرية الإسرائيلية وإطلاق نيرانها بشكل مباشر باتجاه أبنية هذا المستشفى، هو ما تسبب بتدمير أجزاء واسعة من مستشفى العودة في شمال قطاع غزة، وأفقده القدرة على العودة على العمل بشكل كامل، وهو الآن يعمل بشكل جزئي لاستقبال المصابين والمرضى في شمال قطاع غزة، لا سيما بعد توقف معظم المستشفيات العاملة في شمال القطاع نظرا لهذا العدوان الإسرائيلي الذي دام نحو 20 يوما في شمال قطاع غزة. شكرا جزيلا لك من خان يونس، بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا لك. أفاد المكتب الإعلامي بغزة بأن أكثر من 98% من مخابز القطاع توقفت عن العمل بسبب نفاذ غاز الطهي، وذكر المكتب الإعلامي أن أكثر من 700 بئر توقفت في غزة عن العمل بسبب استهداف الاحتلال ومنعه إدخال الوقود للقطاع. وحمل المكتب الإعلامي الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية مسؤولية تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من جهة، وتزداد حياة الفلسطينيين قسوة في القطاع من جهة أخرى. ومع الظروف الحياتية القاسية في قطاع غزة، يحاول الفلسطينيون التغلب على هذه الظروف لتلبية أبسط متطلبات حياتهم. السابع من أكتوبر الماضي كان اليوم الذي تحولت فيه حياة الفلسطينيين في قطاع غزة إلى حياة مؤلمة،
أصبحوا لا يسيرون إلا وسط شهداء ومصابين، وسط منازلهم التي تحولت إلى أطلال مع كل استهداف من أسلحة جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق عدة بالقطاع، ومنها مدينة خان يونس. وتعبنا، تعبنا ودورنا نهدن، والحين دي احنا قاعدين مش ملاقين الا مش ملاقين ان مي وان نقعد في قلبه، دي احنا غير بنقعد في الشارع، وتبهدلنا وفقدنا نسيبنا توفى، هذا كيف انت قاعده في البحر هي ولادها. وبحثا عما قد يخفف من قسوه اوضاعهم الحياتيه، يلجا معظم الفلسطينيين الى ذكريات الماضي، فيتوجهون الى منازلهم المدمره او يتحدثون عنها لاستحضارها ولاستحضار ما تحمله معها من سعاده، وان كانت مؤقته الا انها شافيه لهم. هذا البيت له ذكريات كثيره، وخلفت فيه بيجي صلاه النبي 5 أطفال ربيتهم من دم قلبي، وحياتي كلها في هذا البيت. الحين صار البيت زي مدينه الاشباح، مش بيت، مغاره للخوف، وحياه بتخوف، حياه اليمه كثير. ومع الواقع الذي فرضه عليهم عدوان إسرائيلي لم يراعي يوما أدنى حدود الإنسانية في حربه على قطاع غزة، ما كان من الفلسطينيين إلا تحدي هذا الواقع والتحايل عليه بأبسط الأفكار لتلبية متطلبات حياتهم، ليثبتوا أن الحاجة أم الاختراع. هاي الثلاجة اللي بنستعملها بدل ما تكون ثلاجة نثلج فيها أكل للأولاد و طعام للأولاد، وما شفناهوش الكهرباء إلنا 8 شهور، ما لناش ولا شفنا كهرباء ولا بنعرف شو عنها، عملتها خزانة للمطبخ وحط فيها أدوات المطبخ كلها. ورغم استمرار العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، فهناك دائما أمل في أن ينتهي العدوان في لحظة ما، وأن تحمل الأيام القادمة السلام والأمان للفلسطينيين في قطاع غزة دون مشاهد الدمار التي تسوده الآن. إذن ينضم إلينا محمود بصل المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة. سيد محمود أهلا بك ومرحبا. بعد 20 يوما ينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مناطق شمال القطاع، كيف تبدو الأوضاع في هذه المناطق؟ كيف تبدو أو تبدو عمليات انتشال الجثامين في تلك المناطق والصعوبة التي تواجه جهاز الدفاع المدني في هذه العمليات؟ يعني هو بالفعل الاحتلال الإسرائيلي انسحب من منطقة مخيم جباريا، يعني تواجد فيها قوات الاحتلال أكثر من 2 أسبوع، وقامت بعمليات حقيقة، عمليات تجريف واسع وعمليات هدم واسع وعمليات تدمير للمنازل وللبنية التحتية، وهناك عدد من الشهداء أيضا ومن الضحايا الذين استشهدوا نتيجة هذه العملية العسكرية أو الحملة العسكرية على هذه المنطقة. ومنذ الانسحاب منذ صبيحة هذا اليوم والطواقم متواجدة في الميدان، لكن حقيقة ما شاهدناه في يعني منذ لحظة الانسحاب هو شيء لا يتخيل العقل، شيء جنوني. عملية تدمير واضح لمربعات سكنية بشكل كبير جدا، يعني مربعات بلوكات من 1 من بلوك 2 لبلوك 9 تقريبا في منطقة جباليا كلها دمرت بشكل كامل، وبالتالي احنا بنتحدث عن اكثر من 1000 منزل تم تدميره في منطقة جباليا. هذا عدد حقيقة يعني ربما يكون عدد أكبر من ذلك حتى. عملية هدم المنازل على رؤوس المواطنين، عملية حرق المنازل بشكل واضح، تدمير للبنية التحتية، تدمير للآبار، تدمير للمساجد، للمدارس، لكل شيء في منطقة جباليا من المخيم، دمروا الاحتلال بشكل واضح. طواقم الدفاع المدني من اللحظة الأولى متواجدة هناك، لكن هناك صعوبة في عملية الوصول إلى بالسيارات إلى داخل المخيم، لأن البنية التحتية مجرفة ومدمرة بشكل واضح، وبالتالي يصعب على السيارات الوصول إلى هذه المنطقة بشكل بسهولة يعني. لكن في نهاية الأمر وصلت الطواقم سيرا على الأقدام إلى عمق مخيم جباليا، وحتى هذه اللحظة الطواقم متواجدة وتقوم بعمليات البحث عن الشهداء وعن المفقودين، وهناك الكثير من الاتصالات التي وردتنا من مواطنين عن فقدان أبنائهم لم يجدوهم حتى هذه اللحظة. ربما يكون الجيش الإسرائيلي قد يعني أخذ عدد من المواطنين على وتم سجنهم، ربما يكون قد دفنهم في منطقة ما، ربما يكون تحت الأنقاض، ولذلك يعني الأيام القادمة والساعات القادمة هي التي ستستكشف لنا طبيعة فقدان هؤلاء المواطنين. لكن في ظل هذا المشهد الصعب والمأساوي
نستطيع أن نقول أن منطقة مخيم جباليا الآن دمرها الاحتلال بشكل كامل وبشكل كبير جدا، وربما نقول أن هناك الكثير من المربعات السكنية في منطقة جباليا لا تصلح للحياة، ولا يمكن لأي مواطن أن يكون لديه القدرة على العيش في هذه المنطقة لأنها منطقة منكوبة بشكل واضح. وهذا طبعا المشهد تكرر حقيقة في أكثر من منطقة، منطقة الزيتون كانت أيضا بطريقة تقريبا بهذا الشكل تم تدميرها، ومن خلال الميدان يعني نكاد نقول أن هناك سيناريو وسياسة بالفعل هي لتدمير كامل مناطق، وكأن عمليات التدمير كانت متعمدة من قبل جيش الاحتلال القضاء على أي محاولات للعودة لتلك المناطق. في الحديث عن إصرار الفلسطينيين على العودة لمنازلهم في مخيم جباليا، عملية النزوح التي تحدث الآن، وللأسف الشديد المواطنين الذين نزحوا من مخيم جباليا خرجوا إلى مناطق أخرى، وبالتالي سيعودوا إلى منطقة جباليا، لكن للأسف من خلال المشاهدات والواقع أين سيسكن هؤلاء المواطنين؟ وبالتالي لن يجدوا أي مأوى لهم، لن يجدوا منازل تأويهم، لن يجدوا مكان يجلسوا فيه، ولذلك هذا طبعا يعزز حالة العيش الصعب جدا للمواطنين، وبالتالي هذا الأمر يستدعي أن تقف المؤسسات الدولية أمام مسؤولياتها. يعني لابد الآن من توفير أماكن يعيش فيها المواطنون الذين نزحوا من منطقة جباليا ونزحوا من منطقة الزيتون ومنطقة محيط الشفاء. كل هؤلاء المواطنين الآن يتركزون في مناطق في القطاع أو في المناطق الشمال، لكن في نهاية الأمر هذه المناطق أصبحت الآن مكتظة بشكل كبير جدا من السكان، ولا يتوفر أي خدمة لهؤلاء المواطنين بالشكل المطلوب. المياه هنا غير متوفرة بالشكل المطلوب، البنية التحتية سيئة جدا ومدمرة بشكل واضح، المستشفيات لا يمكن أن ترتقي بتقديم الخدمة إلى المواطنين في مناطق الشمال بعد تدمير مستشفيات مجمع الشفاء المركزي، مع ذلك تدمير جزء من كمال عدوان، عودة من المستوصفات، العيادات دمرها الاحتلال الإسرائيلي. ولذلك نحن أمام واقع مأساوي، واقع خطير جدا، و يعني المشهد في شمال قطاع غزة مشهد صعب جدا، هذا على مستوى الميدان، لكن هناك أيضا على مستوى الإنساني المجاعة التي بدأت الآن تعود أدراجها إلى منطقة الشمال. لا يتوفر سلع الآن من أجل أن يعيش المواطن، لا يتوفر أي مواد أساسية، الحليب غير موجود، الخضار غير موجود، الفواكه غير موجودة، الصنفين الموجودين فقط في شمال قطاع غزة هم الطحين والمعلبات، وهذا طبعا للأسف لا يمكن أن يغني عن أن تتوفر الخضروات وتتوفر المواد الأخرى. ولذلك نحن على أعتاب بالفعل مجاعة حقيقية الآن في شمال قطاع غزة، وهذه بكل تأكيد ستؤثر على حياة المواطنين، وعلى ربما نشهد الأيام القادمة حالات وفاة للأطفال، حالات مرضية بشكل واضح للمواطنين ودخولهم إلى المستشفيات التي للأسف لم. وماذا هنا عن وضع المستشفيات؟ يعني الحديث عن عودة مستشفى العودة في جباليا لاستقبال المرضى والجرحى بعد مغادرة قوات الاحتلال من محيطه، ما هو شكل الدمار الذي خلفته قوات الاحتلال بعد المغادرة، شكل الخدمة الطبية المقدمة لهؤلاء المرضى والمصابين؟ بكل تأكيد هو الواقع صعب، والمستشفيات في شمال قطاع غزة واقعها مأساوي. يعني لا يوجد في شمال قطاع غزة الآن سوى مستشفى كمال عدوان الذي يعني بعد الانسحاب الإسرائيلي عاد أدراجه للعمل، لكن في النهاية هناك ضرر موجود في المستشفى، وأيضا مستشفى العودة ومستشفى الأهلي المعمداني، لكن هل هذه المستشفيات ترتقي بأن تقدم الخدمة للمواطنين بالطريقة التي ما زال الاحتلال الإسرائيلي يقصف فيها المواطنين ويستهدف فيها المنازل ويقتل الناس ويصيب الناس، والمواطن بحاجة إلى علاج وبحاجة إلى عمليات جراحية وبحاجة إلى يعني تدخل طبي تخصصي؟ للأسف الشديد اليوم بيحكي عن تأثير القصف الإسرائيلي على المستشفيات، كل إلى خلق حالة من الأزمة، خلق حالة من الصعوبة التي واجهت المواطن، ولذلك نحن أمامه ومشهد مأساوي صعب جدا وصعب للغاية، ونتمنى حقيقة أن يكون هناك توفير مستشفى ميداني عاجل إلى منطقة شمال قطاع غزة حتى تستطيع الطواقم ويستطيع الفرق أن تقدم الخدمة إلى المواطنين الذين يموتون في كل لحظة في مناطق الشمال. شكرا جزيلا لك السيد محمود بصل المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، شكرا جزيلا لك.
ندد المفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي بالعدد المتزايد من النازحين واللاجئين في كل أنحاء العالم بسبب الحروب خاصة في قطاع غزة. وأعرب المسؤول الأممي عن أسفه لتقاعس مجلس الأمن الدولي لوقف ذلك النزوح في قطاع غزة، مشيرا إلى أن مجلس الأمن بات عاجزا إلى حد كبير بسبب الانقسامات بين أعضائه الدائمين. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت السيد محمد المغبط، مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان. أهلا بك ومرحبا معنا سيد محمد. بعد انسحاب جيش الاحتلال من مناطق شمال قطاع غزة من خلال مراسلنا ومن خلال السيد محمود بصل، الجميع يؤكد بأن الحالة صعبة، الدمار يحل في كل مناطق شمال القطاع، لم يتبقى سوى 3 مستشفيات قادرة على تلبية احتياجات المواطنين الفلسطينيين الذين يصرون للعودة إلى منازلهم في تلك المناطق. ما هي آخر الشواهد التي تصل إليكم بشأن حالة مناطق شمال القطاع؟ يعني أولا لابد من الإشارة إلى أن مع خروج قوات الاحتلال الإسرائيلي تبين يعني من التوثيقات التي يقوم بها فريق المرصد هنالك أحياء سكنية بالكامل تمت إزالتها وتفجير من خلال التفجير والقصف. على صعيد المستشفيات هنالك مستشفى واحد فقط بدأ بالعودة لجزء بسيط جدا من طاقته، هو مستشفى العودة. أما باقي المستشفيات حتى الميدانية كان قد تم يعني وقفها عن العمل لأسباب عدة. حتى المستشفى يعني العودة التي تعمل بجزء بسيط من طاقتها، أكرر القول، لا تمتلك كافة المعدات والمواد الطبية اللازمة للممارسة لمداوات المرضى والجرحى. على صعيد الغذاء أيضا كما تفضل الضيف الذي كان قبلي، يعني هنالك كارثة حقيقية في شمال قطاع غزة تحديدا، ونحن كنا منذ أسبوع قد رفعنا الصوت وقلنا أنه يجب إعلان أن هنالك مجاعة في شمال القطاع نظرا لتوافر شروط أو المعايير الدولية التي تتبعها الأمم المتحدة، إن كان على صعيد عدد المنازل أو المساكن التي يعني ليست لديها وصول للطعام ولا الشراب إلى آخره، وبالتالي هنالك مجاعة حقيقية في العديد من المناطق. هي لم تعلن في كافة مناطق شمال غزة صحيح، ولكن نحن في طريقنا إلى ذلك، وهنالك مناطق في الأصل هي خاضعة للمجاعة. كيف يبدو عمل أي فرق قد تدخل إلى قطاع غزة وتحديدا في مناطق شمال القطاع؟ من ناحية جمع الأدلة، من ناحية متابعة الأضرار، متابعة التدمير الذي حل بتلك المناطق بعد العملية الأخيرة التي استمرت 20 يوما لجيش الاحتلال. يعني هو صعب أكيد لعدة أسباب. السبب الأول لكثرة الأفعال التي يجب توثيقها والجرائم التي يجب توثيقها، يعني قلة الموارد، أو ليس قلة الموارد بقدر ما هي الموارد البشرية، يعني لأنه للتوثيق يعني نحن لا نوثق الأفعال والجرائم من مصدر واحد، بل علينا توثيق بها من أكثر من مصدر وتشابك المعلومات من أكثر من مصدر لنقول بأن جرم ما أو فعل ما قد وقع حقا. وبالتالي عملية التوثيق كلما يعني طالت الإبادة الجماعية في قطاع غزة كلما صعبت عملية التوثيق لكثرة الجرائم ولكثرة الآليات ولتداخل الآليات في بعضها للتوثيق والتحقق من كافة المعلومات قبل نشره. على من تعولون سيد محمد بعد تجاهل إسرائيل لكل المنظمات القضائية والمنظمات الدولية وحتى الضغوط الدولية والتي تأتي تحديدا من الجانب الأوروبي ومن أصدقاء إسرائيل بشأن توقف هذه العمليات؟ يعني لا نعول على جهة ما محددة بشكل خاص، ولكن نعول على الضغط أكبر على الدول، وبالتالي هذه الدول اللي تضغط على إسرائيل، وهذه الدول هي شريكة وحليفة لإسرائيل في الإبادة الجماعية التي تقوم بها بقطاع غزة. وهؤلاء الشركاء هم من يقومون بالدعم المطلق المالي والعسكري والإعلامي
والسياسي على صعيد المحافل الدولية لإسرائيل دون رادع، وتأمين الغطاء لها للإفلات من العقاب. وبالتالي يجب يعني أن يكون هنالك المزيد من الضغط على هذه الدول اللي هي بنفس الوقت تقوم بالضغط على إسرائيل، ويجب وقف المساعدات العسكرية والكل، حتى ليس فقط المساعدات، يعني إسرائيل تشتري أيضا الأسلحة، وبالتالي وقف جميع تصدير الأسلحة بجميع أنواعها لإسرائيل لوقف هذه الإبادة. وبالتالي لا سبيل، يعني إسرائيل لم تلتزم بأي قرار صادر عن الأمم المتحدة من قبل، وبالتالي لن تقوم بالقبول بأي قرار أو الالتزام بأي قرار يصدر الآن، لأن هذه التغطية الإعلامية والسياسية والعسكرية المطلقة، كما يعني أجرؤ أن أسميها مطلقة لأن ليس هنالك أي طرق للمساءلة والمحاسبة، يجب أن تتوقف. دون توقف هذا الدعم لن تتوقف إسرائيل عن ارتكاب مجازرها والإبادة الجماعية في قطاع غزة. سيد محمد، ماذا عن أحوال الأطفال الآن في قطاع غزة وتحديدا في مناطق الشمال؟ أعداد من فقدوا أهاليهم في هذه العمليات، حالة المجاعة، الأطفال الذي يتم إعلان أنهم ماتوا أصلا جوعا في تلك المناطق. نعم، يعني الوضع كارثي على الأطفال والنساء وكافة المدنيين، تحديدا الأطفال، لأنه هم بحاجة لتغذية بشكل دوري ومستمر، وهو ما لا يحدث في قطاع غزة. يعني كما تفضل أيضا ضيف، أعود وأشير إلى ما تفضل به، أن ما الموجود في شمال القطاع هو الطحين والمعلبات فقط، ليس هنالك المتممات الغذائية الأساسية للأطفال، خاصة ما دون السنتين أو الثلاث سنوات. نحن نتحدث عن متممات غذائية ضرورية، خاصة في ظل المجاعة التي، يعني انقطاع المواد الغذائية لأسابيع مضت قبل فترة، وبالتالي مع دخول بعض المساعدات لم يتعافى كافة السكان أو المدنيين، وخاصة الأطفال، من ما حل بهم من مجاعة سابقا، بل اليوم يعودون لنفس المجاعة، وبالتالي هذا يهدد حياة أكبر عدد أكبر من الأطفال والمدنيين. شكرا جزيلا لك من بيروت السيد محمد المغبط، مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك. بالرغم من الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بقطاع غزة، فإن بعض العائلات الناجية من القصف والموت ما زالت تتشبث بالحياة وتواصل أعمالها اليومية. وحافظت إحدى العائلات الغزية على عملها بمجال الحياكة رغم الفقر والجوع، في محاولة لتحدي الظروف وتخفيف أعباء الحياة التي لم تعد موجودة بالأساس. في ظل حرب شرسة قضت على كامل القطاع ومحت بقذائفها ملامحه وأمان ساكنيه وأمالهم، لا زالت هناك عائلة بسيطة تواصل كفاحها لتبقى على قيد الحياة رغما عن أنف عدوها الذي يعمل على طمس قضيتهم وتضييق الخناق عليهم. عائلة أنور أبو كريش أسرة فلسطينية عملت بمجال الحياكة، اعتادت أن تحيك ملابس الغزيين حتى تطور بها الأمر وامتلكت مصنعها الخاص قبل أن تأتي الحرب وتقضي على سنوات من التعب والجهد عاشت لأجلها تلك العائلة. كنت عايش أحلى حياة، وكنت عايش في أحلى دار وفي أحلى مصنع وفي حياة الطبيعية وعايش أحلى عيشة، أجيت لأسوأ العيشة عشتها. احنا كنا هذه عيشة مش عيشة، مش عمرنا احنا كنا معلبات ولا ارتمينا في الشوارع زي هيك. بعد 8 أشهر من حرب مستعرة على القطاع تبدل الحال بساكنيه، وأرهقتهم الحرب وأضعفهم الجوع والفقر، فأصيب المواطنون بأمراض سوء التغذية، وتحولت مهنة الحياكة إلى مجرد وسيلة لإعادة تهيئة الملابس لتناسب أجسادهم الضئيلة. من مقاسات كبيرة لمصنع كبير لماكينة صغيرة، وصلنا نضيق الأواعي لمقاسات صغيرة من قلة الأكل، من قلة الشرب، وما فيش حاجة الناس تاكلها، إنه كل العالم عايش على المعلبات. المعلبات أصلا ما فيش فيها مصاحة ولا فيها سكريات ولا فيها إشي، لو في سكريات الناس تاكلها بتنصح تضعفش، ما حد جايف أواعيه، حد صغر أوعيه، أو كل الناس أوعيها زي ما هي،
حياة قاسية ونزيف آلام لا ينتهي، سلسلة متواصلة من الجرائم الإنسانية يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق مواطني قطاع غزة على مرأى ومسمع من العالم العاجز عن ردع تل أبيب وقادتها. قالت عائلات المحتجزين الإسرائيليين إن حكومة نتنياهو قررت التضحية بالمحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وتفضل استمرار القتال على تحقيق هدف تحريرهم. كما أضافت العائلات أن المحتجزين والدولة بأكملها رهائن لدى من يفضل مصالحه السياسية على واجبه الوطني، في إشارة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. قال حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تحتاج إلى الوحدة وليس الانقسام. وفي رده على رغبة حزب الوسط بزعامة بيني غانتس في حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة، أضاف حزب الليكود أن حل حكومة الوحدة في ظل الحرب الدائرة هو استسلام للضغوط الدولية وضربة قاضية لجهود تحرير المحتجزين. لم يعد الخلاف داخل مجلس الحرب أو حكومة الاحتلال مروراً بالكنيست أو حتى الجبهة الداخلية الإسرائيلية خافياً على أحد، إلا أن الأمر هذه المرة تجاوز حدود التلميح والتصريح ووصل حد الإجراءات الفعلية التي تفسر مدى اتساع رقعة الخلاف التي ستتجاوز على ما يبدو قدرة نتنياهو على رتقها. فشركاء الأمس وحلفائه باتوا أكثر تناحراً واختلافاً، وبدأوا في الإعلان عن خطوات إن تمت فستفضي إلى مصير لا يرغب فيه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وشركائه المتطرفون من أمثال وزيري المالية والأمن الداخلي بتسلئيل سموتريتش وإتمار بن غفير. جديد تلك الخلافات ما قام به حزب الوسط الذي يتزعمه وزير الحرب بيني غانتس من تقديم مشروع قانون لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة بحلول أكتوبر المقبل. الخطوة التي أقدم عليها حزب غانتس قوبلت برفض واستهجان شديدين من حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو الذي أكد حاجة دولة الاحتلال إلى الوحدة وليست الانقسام على حد تعبيره. وكعادته واصل رئيس حكومة الحرب وزعيم حزب الليكود سياسة الهروب والانسحاب للأمام، حيث أكد أن حل حكومة الوحدة في ظل الحرب الدائرة هو استسلام للضغوط الدولية وضربة قاضية لجهود تحرير المحتجزين، فضلا عن كونها انتصارا للفصائل الفلسطينية. وبحسب مراقبين فإن الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية ومجلس الحرب والتي وصلت إلى التلويح بحل البرلمان ستشكل مزيدا من الضغط على بنيامين نتنياهو بشأن القبول بصفقة تبادل، خاصة في ظل تزايد المطالبات في الداخل الإسرائيلي بضرورة التوصل لاتفاق للإفراج عن المحتجزين. مطالبات داخلية وضغوط خارجية وتلويح بحل الحكومة والبرلمان من قبل الشركاء السياسيين، أمور تزيد العبء على كاهل حزب الليكود وزعيمه بنيامين نتنياهو الذي وعلى ما يبدو قد استنفذ رصيده لدى الخصوم والمؤيدين على حد سواء. من النصرة السيد فايز عباس الخبير في الشؤون الإسرائيلية ينضم إلينا. أهلا بك سيد فايز. من ناحية العائلات، عائلات المحتجزين في الشوارع، ومن ناحية أخرى المعارضة بزعامة يائير لابيد ومؤخرا بيني غانتس ومعه أيزنكوت، ما هي المؤشرات التي يمكن الوقوف عليها بشأن مستقبل هذه الحكومة ومستقبل نتنياهو؟ مساء الخير. عمليا يعني انسحاب بيني غانتس من
الائتلاف الحكومي الآن، لن يؤثر على حكومة بنيامين نتنياهو، وتقديمه اقتراح بحل الكنيست لا معنى له، لأنه لا يملك الأغلبية من أجل إسقاط بنيامين نتنياهو. طبعا يعني هذا الائتلاف هو مستقر جدا، نتنياهو يملك الآن 64 مقعدا بدون حزب الوسطى أو حزب بيني غانتس. لذلك يعني بيني غانتس يريد الانسحاب من الائتلاف الحكومي أو من كابينيت الحرب، لأنه فشل في كافة المساعي التي بذلها من أجل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين. بيني غانتس يطالب نتنياهو على مدار اليوم بأن تتم الصفقة لإطلاق سراح المحتجزين، لكن نتنياهو لا يكترث بما يطلبه بيني غانتس. نتنياهو كان بحاجة إلى بيني غانتس في الأيام الأولى للحرب على قطاع غزة، لكنه الآن هو ليس بحاجة له، لأن بنيامين نتنياهو يملك الاستقرار داخل الكنيست الإسرائيلي. وطبعا يعني هو فقط لربما وجهة النظر الدولية عن هذه الحكومة بدون بيني غانتس، وأن يكون نتنياهو فقط مع بن غفير وسموتريتش. طيب إذا كان نتنياهو يعتمد في الأساس على سموتريتش وبن غفير، وتقول بأن هذه الحكومة لن تتضرر بشكل أو بآخر إذا سحب بيني غانتس منها، على ماذا اعتمد إذن بيني غانتس في تهديده وإعطاء مهلة حتى 8 يونيو للعودة إلى اتفاق للعودة أو وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة، على من عول في هذا التهديد؟ يعني عمليا هذا التهديد لا معنى له. بيني غانتس بعد أن شار أنه لم يعد يؤثر بالمرة على قرارات كابينيت الحرب، قرر إعطاء هذه المولة لبنيامين نتنياهو، لكن هذه المولة لم تكن لنتنياهو وإنما كانت لصالح غانتس، هو الذي يريد هذه المولة. هو طبعا يعني تهديده كان بالانسحاب أو التوصل إلى صفقة، لكن عمليا هو يعني يعلم جيدا أن نتنياهو لا يريد هذه الصفقة، ونتنياهو هو الذي يقرر هذه الصفقة. لذلك يعني بيني غانتس أراد الخروج من هذه الحكومة، وكأن قضية المحتجزين هي المهمة بالنسبة له. بيني غانتس فقد شعبيته منذ يعني حوالي أشهر، بدأ هو يهبط باستطلاعات الرأي. هو كان عندما دخل إلى هذه الحكومة قبل 7 شهور وصلت طبعا حسب استطلاعات الرأي أن يحصل على 41 مقعدا، لكن في الأسبوع الماضي حصل فقط على 27 مقعدا، واليوم في استطلاع اليوم حصل على 25 مقعدا، أي أنه فقد الكثير من مؤيديه بسبب طبعا عدم تأثيره على قرارات الحكومة الإسرائيلية بكل ما يتعلق بالحرب على غزة، وأيضا بكل ما يتعلق بالمحتجزين. لذلك هو أعلن أو هدد نتنياهو بالانسحاب، والآن هو يريد أن ينفذ هذا التهديد، لأنه على يقين أن نتنياهو لن يتغير موقفه من أي صفقة كانت، حتى وإن كانت ذلك يعني أن يتم إطلاق سراح كافة المحتجزين. ماذا عن يوآف غالانت سيد فايز، وزير الدفاع الإسرائيلي، والحديث الذي يرتبط بخوف بنيامين نتنياهو من موقف وزير الدفاع والاجتماع به أمس بعد القطيعة لمدة 2 أسبوع، ماذا عن موقف وزير الدفاع وتأثيره في هذه الحكومة إذا قرر هو أيضا الانسحاب منها؟ يعني هو لن ينسحب من هذه الحكومة، غالانت لن ينسحب من هذه الحكومة. غالانت هو عضو في حزب الليكود، وهو من قادة حزب الليكود، وهو طبعا إذا
انسحب من حزب الليكود فيكون قد انتهى سياسيا. لذلك أنا يعني على قناعة أن جالانت لن ينسحب من هذه الحكومة، سيواصل لربما معارضة نتنياهو داخل كابينيت الحرب بكل ما يتعلق بالحرب على قطاع غزة. الخلاف بين نتنياهو وجالانت هو حول طبعا فرض الحكم العسكري على قطاع غزة. جالانت لا يريد فرض الحكم العسكري على قطاع غزة، والسبب ليس طبعا وكأنه يريد الانسحاب من قطاع غزة، لا بالمرة. يعني باللحظة التي تفرض فيه إسرائيل الحكم العسكري على قطاع غزة هي ملزمة حسب القانون الدولي وحسب طبعا الاحتلال بأن تكون هناك أيضا إدارة مدنية لقطاع غزة وليس فقط إدارة عسكرية. لذلك ولا يريد أن يكون لإسرائيل أي علاقة بإدارة قطاع غزة مدنيا جالانت، ويريد إبقاء السيطرة العسكرية على قطاع غزة لكن دون الإعلان عن ذلك بشكل رسمي وفرض الحكم العسكري. الأسباب التي دفعت جالانت إلى معارضة الحكم العسكري هي ليست أسباب إنسانية، على العكس تماما، هي أسباب فاشية، لأنه لا يريد أن يقدم أي خدمات لسكان قطاع غزة، الخدمات المدنية مثل يعني الصحة والتعليم وكل هذه الأمور. هذا هو الخلاف مع بنيامين نتنياهو، وليس خلافه عن مواصلة احتلال قطاع غزة. ولا يريد أن يقدم ولو طبعا نقطة ماء لقطاع غزة على حساب إسرائيل. هذا هو الخلاف بينه وبين نتنياهو، وليس خلافا لا أيديولوجيا ولا على هذه الحرب على قطاع غزة. شكرا جزيلا من الناصرة السيد فايز عباس الخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف 4 مجمعات عسكرية لحزب الله اللبناني في منطقتي عيترون ومركبة بجنوب لبنان. من جانبه أعلن حزب الله اللبناني قصف ثكنة برانيت الإسرائيلية بصواريخ بركان وتحقيق إصابات مباشرة. تشهد الحدود الجنوبية توترات متزايدة منذ 7 أكتوبر الماضي نتيجة لتبادل أعمال القصف بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال. المزيد ينضم إلينا من بيروت السيد عمر المعربوني الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا بك ومرحبا سيد عمر. كيف تقرأ التطورات العسكرية الأخيرة في تلك المنطقة الحدودية؟ مساء الخير، تحياتي لحضرتك للمشاهدين الكرام. الحقيقة هناك تطورات كبيرة تجري على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، تمثلت يعني بتغيير حزب الله لنمط الاستهداف في مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي. نحن على مدار الأيام 3 الماضية نفذ حزب الله عمليا 3 عمليات على الحد الأمامي أو على الحافة الأمامية للحدود، بالتأكيد يعني من مسافات قريبة جدا. يعني أعتقد أنكم شاهدتم الأفلام التي بثها الإعلام الحربي للمقاومة، حيث بينت المشاهد إطلاق قذائف RPG من نوع المضاد للتحصينات وللأفراد من مسافة 150 متر تقريبا، إضافة إلى اشتراك يعني مدفعية الهاون 60 ملم و120 ملم في عمليات الاستهداف في نفس الوقت الذي كان فيه المقاتلون على مسافة 150 متر. هذا طبعا إذا صح التعبير يمكن وصفه بالعمل التكتيكي الصغير لكن بأهداف استراتيجية، خصوصا أن هذه العملية أو هذا النمط من العمليات تكرر على موقعي شتولة والمالكية. من هنا يعني ماذا يريد حزب الله من هذه المسألة؟ هو يريد أن يقول للإسرائيلي أنه قادر على الوصول إلى الحد الأمامي وأنه قادر على تنفيذ عمليات التمهيد الناري التي تسبق يعني القفزة باتجاه مواقع الجيش الإسرائيلي. من هنا يعني هذه المسألة
يعني لها مخاطر كبيرة على الجيش الإسرائيلي، هي رسائل ردع استراتيجية. يعني القيادة وهل يفهم الجانب الإسرائيلي تلك الرسائل سيد عمر، لأن التصعيد متواصل من قبل جيش الاحتلال، بل يهدد بأنه يمكن أن ينظر في المستقبل القريب بشأن عملية عسكرية في تلك المنطقة؟ لا طبعا، يعني الجيش الإسرائيلي يهدد، يؤف جالنت وزير الحرب الإسرائيلي، أنا شخصيا أرصد تهديداته وأسجلها، وهدد 67 مرة حتى اللحظة دون أن تتخطى العمليات السقف الموجود حاليا. طبعا كيف سيهاجم لبنان بالطيران؟ هو يستطيع أن يهاجم لبنان بالطيران، لكن الرد يعني سيكون بواسطة الصواريخ بعيدة المدى والثقيلة على أماكن يعني حساسة واستراتيجية في الكيان الإسرائيلي، وهذا الأمر لم يحصل حتى اللحظة. يعني العمليات بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي يمكن وصفها بالعمليات المتماثلة أو المتناسبة، وهنا هذا الأمر مفهوم لدى العسكريين في كل أنحاء العالم. بأي جيش سيقاتل يعني أو سيجتاح لبنان؟ الجيش المنهك؟ غير ذلك، يعني عندما يتجرأ حزب الله على تنفيذ عمليات على الحد الأمامي، هو يعلم ونحن نعلم كمراقبين أيضا أن الجيش الإسرائيلي سحب يعني معظم قواته من مواقع الحد الأمامي، لدرجة أن العدد الموجود الآن على خط القتال بحدود 110 كيلومتر هو 1000 عسكري إسرائيلي فقط. وهذا الإجراء عمد إليه الجيش الإسرائيلي للحد يعني من الإصابات في صفوف جنوده بسبب العمليات المتكررة لحزب الله، سواء بالصواريخ المباشرة أو بصواريخ بركان وفلق أو حتى بالمسيرات الانقضاضية الانتحارية. من هنا يعني حتى يستطيع جيش الاحتلال الإسرائيلي التقدم باتجاه لبنان، عليه أن يحشد بما يقارب يعني فرقتين، يعني في الحد الأمامي وفي العمق المباشر للحد الأمامي، وهذا غير موجود. طيب سيد عمر، خلال الأيام الماضية زاد الضغط من قبل أهالي شمال إسرائيل الذين الآن هم أخلوا تلك المناطق، وهناك ضغط متزايد على الحكومة الإسرائيلية بشأن عودتهم وأن الحكومة غير قادرة على حمايتهم. سجل في عمليات الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة تطور عسكري وصف بأنه استخدام تل أبيب للأحزمة النارية في الجنوب، وصد ذلك التصعيد المتبادل. كيف تقرأ هذه السياسة وما مدى ارتباطها بالضغط من قبل سكان المناطق الشمالية الإسرائيلية؟ الحقيقة صدر تقرير اليوم، تقرير إحصائي في موقع ما يعني ماكوريشون أعتقد، على ما أعتقد يعني هناك إحصائية تم استطلاع آراء 2000 مستوطن من مستوطني الشمال، بينهم 40% يقولون بشكل واضح، يعني 800 مستوطن من بين 2000 يقولون بشكل واضح أنهم لن يرجعوا إلى مستوطناتهم حتى لو توقفت الحرب. هناك أيضا إشارات أخرى، يعني عندما نتكلم عن 40%، يعني إذا كان هناك يعني بحسب التصريح الإسرائيلي 100,000 مستوطن هاجروا، يعني بحدود 40,000 إلى 50,000 لن يعودوا إلى المستوطنات، وهذا طبعا تطور مهم جدا نراقبه بدقة وبتأنن وبمنهجية علمية. إذن هناك مأزق وهناك يعني تطور خطير بما يرتبط بالمستوطنين. غير ذلك، أنا ذكرت قبل قليل أن هناك 1000 جندي فقط يتواجدون على خط القتال على الحد الأمامي، هذا يعني أن حزب الله استطاع أيضا أن يهجر العسكريين الإسرائيليين من مواقعهم وليس فقط المستوطنين. نعم. وهذا عندما نراقبه بشكل صحيح ودقيق، هذا يعني أن هناك تأثير يعني لهذه العمليات التي تحصل، تعكس العجز الإسرائيلي والإخفاق الإسرائيلي وحالة الجنود الإسرائيليين المنهكين يعني على خطوط التماس مع لبنان. نعم، شكرا جزيلا لك من بيروت السيد عمر المعربوني الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لحضراتكم على طيب المتابعة، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم على رأس الساعة، إلى اللقاء.